صباح الخير يا طنط. صباح النور يا قلبي طنط، ما صحتيش اختك ليه؟ والله دخلت عليها لقيتها نايمه زي القتيله. طبعا ما انتوا طول الليل دو 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 نم. مالك يا حبيبي؟ سرحان في ايه؟ مفيش يا قلبي. ده انا من ساعه ما قعدت على الترابيزه وانت سرحان. عندك مشكله؟ لا الشغل تمام. وهو انا كنت وجهت لي الكلام؟ قولي يا حبيبي في ايه؟ مفيش، بالي مشغول كده بكم مشروع في الشغل مش اكتر. اه فعلا في شويه مشاريع جديده. هي ايه الحكايه؟ هو عامل لك توكيل ترد بالنيابه عنه ولا ايه؟ رنا يلا قومي عشان تلحقي الشغل. يلا. شايف بنتك ومرضاها عليا؟ اكيد ما تقصدش، بتهزر معاك يا مروه. بتهزر ايه بس؟ قولي الحقيقه، في ايه؟ عندك مشاكل فعلا؟ مفيش يا مروه، العادي العادي بس مش اكتر. انا كمان لازم امشي عشان ما اتاخرش. بعد اذنك. باي باي. باي باي. نعيمه او عمرك يا هاني، تعالي شيلي الاكل. حاضر. عيالك عاملين ايه؟ بخير الحمد لله يا هاني.